حتى في الحديث الشخصي اصلا ممكن بدون ما بيننا وبين بعض ممكن حد بيحكي لي موضوع او بسمع لفظ معين او حاجه معينه، ممكن انا بحاول ان انا اصيغها واعيد تلك الكلمات واعملها واصيغها بشكل اسلوبي انا وممكن اعرض عليه. ودي حصلت كتير ان انا كنت في حد بيحكي لي موضوع مثلا انا ممكن اتاثر بيه، ولاني ممكن بعد وقت معين جدا او بعيش نفس التجربه وكانها تجربه خاصه بيا انا مريت بيها. نعم. ويفاجئ بعد كده ان انا طلعت حاجه جدا ويقول لي انت عبرت عني او اتكلمت عن الموضوع ده اكتر ما انا كنت يعني او ده اللي انا كنت عايز اوصل له. بس انا ممكن ادواتي او ملكاتي مش ان انا تقدر توصل حاجه زي كده. ده على حتى على مستوى الاشخاص العاديين. وكذلك برضو في احيانا برضو بيبقى في نوع من احيانا المحاكاه او التقليد برضو ان انا ممكن تسمع لشعر معين او كلمات معينه ممكن بتستفزك ان انت تكتب مثلا زيها او تحاول تكتب حاجه برضو مقابل ليها يعني في نفس الوقت. صحيح. ودي كانت اول تجربه يمكن حتى يمكن سؤال حضرتك جميل جدا، دي كانت اول تجربه ليا بالنسبه لي كانت في ابتدائي. ان انا كنت اول مره كنت اسمع اغنيه مهما غريتني المدن. ما كنتش عارف دي كنت في بالظبط كنت في رابعه ابتدائي. ما كنتش عارف اصلا مين اللي بيغنيها، طبعا كنت صغير ما كنتش عارف مين اللي بيغنيها. بس كان اخويا الكبير ساعتها في الوقت ده هو كان جايب ساعتها الشريط ده وقال لي لا دي اغنيه جامده جدا عن الام وبتتكلم عن الام. فانا طبعا كل الفكره السائده اللي في الفتره دي عن الاغنيه المنتشره جدا واللي بتعبر عن لما تيجي عيد الام هي ست الحبيبي حبيبه الفايزه احمد. نعم. كاي طفل بيسمعها وكده في اي مناسبه. فدي اغنيه شدتني جدا، حاولت ان انا في الفتره دي بقى كانت بدايه ان انا هل انا مش عارف انا يعني هل الموضوع ده عندي او انا بحب اكتب ولا لا. حاولت ان انا اكتب حاجه ساعتها زيها وعرضتها ساعتها في الفتره دي على المدرسه عندي في عيد الام وكده. وطبعا يعني طبعا اكيد ما كنتش قوي يعني فيها، بس انا كنت بكتب احساس طفل ساعتها ناحيه امه وبحاول ان انا كنت متاثر جدا بالكلمات. وممكن انا حتى يمكن الاغنيه دي لغايه الان بتشدني جدا، يمكن اكتر اغنيه ست حبيبي حبيبي دي يعني كلماتها شداني جدا، لحنها عاجبني، اداء عماد عبد الحليم، كلمات عبد الرحمن عمودي. لما كبرت وتطورت دي كانت هي تعتبر هي بدايه الانطلاقه بالنسبه لي ان انا بدات اكتب. ممكن ساعتها مدرستي في الفتره دي قسمت عليها يعني شجعت، طبعا شكلي كانت خواطر بسيطه جدا ولكن كانت قدرت بحاول ان انا اكتب فيها. حتى كتبتها قدامي كشكل معين ان انا احاول ان انا اقلده. نعم. هو عاده الامر